مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ابناء التلاميذ اعضاء الهيئه التعليميه المحترمون، وانا اقضي اوراقي والملم مفرداتي رجع ذهني الى حقبه يفتخر بها الكل، لانها تطوي بين قياتها افكار وحروف وعلوم اساسها التعلم والتعليم، كانها تمر نهرا جاري يجرف بين امواجه احلام وتامل وكفاح، حقبه من الزمن العامر بمفردات الحياه وخاصه تاريخها الذي دون عمر من الزمن مكملا لحقب الزمان وتراتيل الاديان. انها عمر المعلم المتالق المبدع الخير والخير كله، عقد يبين نصوره الذهب، انه العلم ومن يقوم به اسمه المعلم، والمعلم كان فكرا ورمزا ونضالا وعقيده ترسم لوحه الازهار والتقدم باحلى الالوان مطارزا على العقل. معادله عن مين تفيد بان التقدم مبادر التعلم وتقدم الشعوب يحسب على التطور الاقتصادي والحضاري. فالف تحيه لشخص المعلم الذي نحتفل اليوم بعيده مقدما لبلدنا التضحيه والشمول. فالف تحيه لكل معلم كان وبقى لانه يعلم ولانه يمثل النخبه التي جسدت طموح الشعب وتضحياته. والف تحيه لشهداء الوطن الذين جعلوا بلدنا بصوره متعلقه. واخيرا اهيئ روح العنفوان والتضحيه لجميع المعلمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.